السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد السلام، واليوم راح أوريكم أحسن جزء ديفل ماي كراي نزل. وطبعا بعضكم كثير بيسأل يقول ديفل ماي كراي 1، أنا أقول لا ما هي ديفل ماي كراي 1، أنا أبي لعبة جمعت كل الأجزاء اللي قبل وحلت مشاكلها على طول وعطتنا لعبة قتال حماس أكشن تبديل أسلحة حركات حلوة تحول وتسمح لك تلعب شخصيتين ما في مثله. أنا أكيد أتكلم عن ديفل ماي كراي 2. مش بلاكم ايه تقدر تلعب شخصيتين، تقدر تلعب دانتي ولا البنت الثانيه شعرها احمر. طب هذا بيقول يقول دان ديفل ماي كراي 2، انا اقول لا ديفل ماي كراي 2 مره حلوه. حتى بعد تشوف شلون الفيديو حقك، ما بقول للعافيه الفيديو حقك ممتاز. في كنتين سين اوف سيت فوتج، هذا دانتي الرهيب، دانتي هذا ميت للعالم. ديفل ماي كراي، وهذا اكثر جزء يضحك ترى. شوف الرسم حق بلاي ستيشن 2 لازال عايش. طب شلون التحول يوم اركب دباب؟ وين الوحش اللي يطلع من المبنى؟ ابغى اشوفه. وين؟ وروني اياه، تكفون. هل هذا اور تريلر؟ اوه هذه الحركه رهيبه، ليش ما جاوبها بالاجزاء اللي قبل؟ اكيد شوف الوحوش كلاسيكية يعني زي القرد، حشرة، وحش له قرنين. هذا هو الوحش الرهيب. للأمانة انا احب الوحش، تصميم رهيب. يب ديفل ماي كراي 2 احسن جزء. معلومه فان فاكت، ترى اول جزء لعبته لي بحياتي ديفل ماي كراي كان الجزء الثاني. اول جزء لعبناه احنا كلنا اللي نعرفهم. ديفل ماي كراي يجيبني دائما المدينه دائما بالليل وظلام، ما في الا مبنى واحد. تكفى تكفى، جيب الكلام الجزء الاول اللي يقول someone woke up to justice وجاب ولد ما غير ياكل بيتزا. على فكرة وش صار البنت ذي؟ مرة مختفية من الجزء الثانية. يعني شفنا ليدي، شفنا تريش. دانتي، يا هذا هو. اوكي دانتي هذه ما كانت كول الصراحة. هذا دانتي اللي يعرفه، ينكت ويطنس طول الوقت. والله حلوة دانتي، تنكت انت. تصميم دانتي على فكرة رهيب، والله رهيب مرة، احبه اكثر من الجزء الثالث. والله من قصدك ورا ما حجاب طاريه. دانتي ديفل ماي كراي 2 ميت للناس. انا اشوف شيء حزين الصراحه. شوف دانتي ينكت تو صدق الكلام اللي قال. قارنه مثلا بالجزء الجاي اللي هي ديفل ماي كراي 3. يعني شوف شكله يضحك وياكل بيتزا ويتزلج عليهم. كين يضحك اكثر.
اوكي دانتي هذه ما تحسب شفناه مرتين هالحين. اوكي عندي دبل ماكراي 2 الحين. عندي مصدمين انتم. احلى شيء احلى شيء صراحه الموجود بالجزء الثاني هذا. في زر داج مو باسلوب معقد وانت تضغط ال1 تضغط ال1 واكس يسار. لا. ولا احد يقول لي انا ما اقبل هذا بعذر. ما عندك هنا مسدسات طلق. وعندنا السيف. تخبر شكل رهيب الجزء الاول بس هنا احلى. احلى من الجزء الثالث بعد وعندك ستينجر. لا شلون؟ ها؟ ايه ايه كذا ها. لسه صوت بعد. خلنا ريد اوربس يلا. واو تجمليته اللعبة وعلقت. ما انسى انا خبر الكات يعني ما قالوا نازل دبل ماكراي 2 نازلت يعني احبه. دبل ماكراي 2 لعبة كويسة. هل هي تفرق عن الجزء الاول والثاني؟ الجزء الاول والثالث اي بس هذه خليه مميزة فهمت علي؟ ما علينا يمكن انا يمكن عشان هي اول جزء دبل ماكراي لعبته بحياتي ف يعني ما في شيء راح يهزمه بالنسبة لي. وطبعا احنا تعرف شلون نظام الالعاب دبل ماكراي كان عندك اسلحة كثيرة زي بي وولف وسلاح كذا رهيبة. هنا عندك سيف وبس سيف. يلا الحين بريكو شلون لعب حق دبل ماكراي 2. ممتاز. هذه شفت واو شلون صعبة. او صح عندي سيف. شفت شلون صعبة مرة وبعد لما كان لك خلق شلون عادي. دبل ماكراي 2 الحماس ما يوقف. شو حتبدا حتبدا الموسيقى تسكت يعني مو بلازم تباري تقول لا وتمشي ولازم تباري احد. دبل ماكراي 2 رهيبه. اذا مالك خلق تبري وحوش سكيب. صعبة صعبة جدا. اوه انا قاعد اعرق الحين. اوه يلا رحمتك. وش ذا؟ واو شو الصعوبة ذي؟ بعد شوف دام انت معك خلق. شوف شو السخيفة. إذا مالك خلق هذا هي دبل ماكراي 2 باختصار. استخدم مسدسات ولا اسحب على السيف، اسحب على أمه. بس أمانة حركة هذه حلوة، شوف شلون لينوت كذا يطلق رهيبة. أوكي يلا. وي على إذنكم. أنا إنسان مشغول. I'm going to kill the demon lord. وي لازم نروح نباري الزعيم. صح بس احيانا اللعب راح تحبسك وتقول يلا اشتغل. جولد اورب ختمت اللعب على فكره. الجزء الثاني ولا عمري استخدمت جولد اورب بينما الجزء الثالث الظاهر او الاول استخدمت هذه. ختمته ولا استخدمت ولا واحده. بس يعجبني انه حط على الاقل حطوا بالكولكشن ما اسحبوا عليه. دبل ماي كراي الحماس ما يوقف. استخدم سيفك بعض الاحيان بس اكثر وقتك بالمسدس. الجزء الثاني للامانه بس. بانج 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 بول ماي دبل شيجر فراستريشن اتس جيتن بيجر. حط الاغنيه حق دبل ماي كراي 5 تريلر على ذي. يلا بانج 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 بول ماي دبل شيجر ما ادري وشو على ريد. نو هايدين ان ذا شادوز اني مور. الحماس ما يوقف صح.
حتى دانتي بايخ ما له خلق. دبل ماي كراي الاكشن ما يوقف ابدا معنا في اللعبه ذي. اللعبه هذه رهيبه ورجوليه مره لدرجتك بعد ما تخلصها بتطلع لحيه. خل نشتري شيء. في عندك بدك تقوي اسلحتك ما هي قويه ما في الكفايه. ممكن سؤال واحد شهدته هذه؟ ترى ما اعرف للامانه. ختمت اللعبه وانا ما عمري حسيت اني استخدمتها. اوكي يعجبني الدعايه لازم تروح من هنا قل قسم. زعيم. دعايه لا كذا وحش اصبر وحش مهم. اوكي جروت بسم الله انا خايف. على فكرة الموسيقى ترى هذه هي نفسها. شفت شلون يعني على الاقل الجزء الاول كان فيه اجزاء شوية موسيقى. يا ضبطت انقلع. يعجبني تحاول بعد شوف شلون يعبي الطاقة. يعني الاجزاء القديمة كان يعبي الطاقة اي بس مو بهالسرعة. حتى ضرب المثلث تجدع كهرب معك. شفت شلون؟ Devil May Cry. ابغى Devil May Cry 5 يعني نزلت تحمله وكل شيء وش اسمه هذه تشتغل التريلر بس. Devil May Cry 2 تشتغل القائمة Devil May Cry 2 بس هذا اللي ابيه انا. هذا اللي ابيه انا. هذه امنية حياتي. واللي يشتري الديلوكس اديشن واللي يشتغل يشتري الديلوكس اديشن يجمع ديفل ماي كراي 1 ريميك او قلت ستارت ريميك ديفل ماي كراي 1 بس بنفس الوقت تطلع ديفل ماي كراي 2. على فكره من جدع مفتاح يعني صدق. اخبر كان هنا في سيف بس الظاهر بعدين تلقوه بالليفلات. استخدمت اوتوماتيك بعد. يلا يعني الموسيقى هذه الهادية حلوة شوي تعطيك جو بس الموسيقى حقيقة مرة غبية. اوه وحوش يمديك تمشي. اي بلس اي بلس ما عليكم اس ستايل سموكينج ستايل. مين يهتم الاس و اي اذا تقدر تخلص اللعبة بسرعة. الحين ما فهمت القصة. لحظة شوي. القصة من ديفل ماي كراي الا بس ديفل ماي كراي ما هو بقصة الا بس اذا تشوف دانتي ياكل بيتزا ويتطنز. الحين ما شفناه بياكل بيتزا ولا يتطنز. واو دانتي شيكسبير بالكلام. اوكي شلون طار؟ وراء الكاميرا كثرت غبية. واو هذا مشهد تهني عليه الليفل ها؟ يب تايم اس. يلا واخذت بي. يا انا اعرف واحد يلعب دانتي كويس. ديفل ماي كراي عفوا مو بيلعب دانتي. لا. عندي احساس انا شلون عايشة انت؟ يلا دانتي تكفى كل شيء. هذا اللي يصير لما ديفل ماي كراي تحاول تاخذ نفسه بشكل جدي. يعني دي ام سي على الاقل عطتنا قصه. اوف
اوكي من يهتم صدق من يهتم دانتي ساكت طول الوقت ما اشوفه لا نكت ولا اكل بيتزا يعني قل شيء قل انا من مهتم ولا شيء عطني شيء قله ساكتك ناظرني راح اكمل لا الحين جا وقت استخدام السيف اوكي يلا رجع مسدسات الحمد لله رجعت للمنطقة الأهم حقتي يلا خبر أرث نكستر هنا صح علي أوه لا أوه حوش دم ماكاي تو الله يا أحسن جزء وسبحان الله تكسير هذا الباب بالذات تفتح لك الطريق الثاني أوه واو لا وش الصعوبة ذي يا بحال لو هذه دبل ماي كراي 1 هذول بيطلعون لك معهم مسلسلات رشات وموتونك من طلقتين طيب اي صح حسيت هذا اللغز لازم تكسر هذه ثم تكسر هذه ثم تكسر هذه اوكي انسى اجل خضار هذا طريق فرعي مو بأساسي حسب بعد هذه الغازية هي غبية على فكرة كسر هذه هنا الحق على الوقت هذا فائدة السيف انك تفتح بيبان لو تنظر وجه دانتي الحين كذا بشكل قريب مرة تشوفه ميت من الداخل ما توقع الروح موجودة بعد ايش شكله حتى هو زعلان اخشك والله الوضع كان كنت منك كمان احتاج قروش قلت لهم الواحد لازم يدور رزقه وانا اخوك شك والله ما ابي اطلع من الباب الغلط حلو هي لازم كسرن كلهن ولا خبر بعضهن ولا شيء زي كذا تكفى قل اني خلصت لا ما اتوقع بس يع والله يع وش ذا شفت فايدة هجل شف وجهه ميت حتى جسمه كذا وصدره طالع تحس كانه شخصية من جوجو لما اقول شخصية من جوجو ما اقصد بالغباء والمتعة لا اقصد انه واحد معضل ابغى اللعبة تنتهي بدانتي يلقى تابوت يفتح ويطلع ديو او فيرجل ثم يقول I reject my humanity ويضرب وجهه بالقناع I reject my humanity دانتي ثم الطخ يضرب وجهه بالقناع لا كم نقطة اخذت من هذه وراء الحماس هذه كله على على وحوش متو منطلقة وبعد تاخذ بعدين رشاشين بعد تاخذ الشوتجن تاخذ بازوكا تاخذ قنابل يا ساتر حتى بعد ما انا موقف ما جبتن ها لو دور ماكراي 1 هذه كان لو انت وقفت ثانية مت
شايكم بالحماس؟ ادري ادري حماس مقطعكم. ابى اخلص هالليفل ذا صدق وحق ولا يعني يعني شيء مخزي لما الانمي حق دبل ماي كراي يصير احسن من هاللعبه ذي. امت دبل ماي كراي 1 ابدا ما كانت 10 من 10 بس على الاقل كانت احسن من كذا. يعني لو مثلا واحد غصبني قال اختار ترجع تلعب دبل ماي كراي 1 ولا ترجع تلعب دبل ماي كراي 2 انا اكرههم مع بعض فاختار 1. على قوانا اي شف على فكرة شفت لو جيت هنا اوتوماتيك يعبي دبل تريجر. يعني زي اللي قبل ما كان في شيء اسمه اوتوماتيك يعبي دبل تريجر. كان دبل تريجر يقولوا لك يا ابن الكلب يا تضبطها انت يا توكل على الله. يعني ها شف ورا تعب عمري. شوف شو طاقتهم تروح. أو لا أو لا وحوش هذا الأصعب. شو موسيقى بعد صارت رهيبة بس لو تيجي توقف هنا لما تيجي توقف كذا وتوقف زي كذا والله كانوا صعبين وأنا عرقت تو من الحماس اللي قاعد يصير. عطني التطوير. يعني صدق يعني بس قلت لك جزء 1 على الاقل ب 3 يعني يقولوا لك هي تبي دبل شيجر حلو يا ابن الكلب يا تستخدم ايتم وراح نهينك بالنهايه انك استخدمته او تلعب زين لما تجمع هاند دبل شيجر. هذه وي حلو على الطيران الغبي. صدق والله حتى على الطيران غبي. يعني شيء شين لما الدبل تشيجرز الثانيات تكون احسن من ذا. اوه شو الحماس. ومع ذلك اخذت بي يا ابن حلال بدبل ماي كراي 1 ادري ما بتقولها بس لو واحد بينهن يقول دي او سي بتاخذ سي اند ما انت ماخذ بي. ايش ذا؟ آه يعطيكم ألف عافية على المشاهدة وخلنا ننسى الخطأ هذا اللي اسمه Devil May Cry 2. يعطيكم ألف ألف عافية على المشاهدة. أخوكم عدسان أشكركم ويعطيكم ألف عافية ومع السلامة.